تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وطلائع الجيش في شوط اول. كابتن علاء شوط اول كابتن علاء انا علق انا عشان كابتن علاء شوط اول ضعيف جدا فنيا. ما فيش اي انياب خالص هجوميه ليك لدرجه ان ما شفتش حارس مرمى طلائع الجيش غير مثلا في الدقيقه 30 او حاجه. ما فيش حاجه بتميزك اللي هو ضغط من اول مباراه وتبقى ضغط هجومي شويه بتدور على الهدف وكده. انت بالظبط يعني الشوط رايح جاي. المفاجاه الوحيده بس اللي عملها طلائع الجيش ان هو ضغط عليك ضغط عالي بدايه بس ضغط عالي ايمن وزحمه يعني مش ضغط عالي مديك مساحات لا ضغط عالي بس كلهم كتله واحده عشان كده صعب الامور شويه بس ما كانش متوقع ان هو يبدا البدايه لا خالص طبعا يعني عشان كده صعب شويه الامور عليك في الشوط الاول. تحركاتك قليله جدا تحركاتك من غير كره قليله جدا وانا كنت بتكلم بقول لك عشان تكسب النهارده لازم تتحرك كتير قوي من غير كره ولازم كره سريعه. لما اوقات بسيطه قوي لما بتعمل حاجتين دول بتظهر شويه على 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 حدود 18 الجيش لكن غير كده لعب محصور كله في نص الملعب كله تحمات كتير جدا هو عايز كده. طلائع الجيش لما بيمسك الكوره بيلاقي مساحات بيبقى مؤذي يعني ممكن في كوره يأذيك شويه يعني في واحده اتعملت وشاطها بالعدد دي واتشاطت يعني برده فيها سنه خطوره. محمود الوادي بدأ برده بيستلم بفاضي بيحاول يسدد لكن اللازم عشان تكسر التكتل ده لازم سرعه 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 لازم سرعه وتحرك كتير قوي من غير كوره. التحركات برده يعني بطيئه جدا جدا وانا بقول لك تحرك من غير كوره وحش قوي. انت المشكله كمان يا ايمن انت مش واخد عرض الملعب كويس لما بيكون في تكتل دفاع كده لازم اخد الناس لبره دوسي داخل لجوه زياده عن اللزوم عشان بقول لك هو مش طريقه مش حتته عشان كده غصب عنه هيخش هنا. اوقات كتير بقى احمد عبد القادر بيسيب مكانه خالص ويروح الناحيه الثانيه ماشي بس لازم يبقى في حد هنا عشان تكسر التكتل ده سريعا كده لازم تستخدم عرض الملعب كويس. عشان كده لما كان بوجود محمد هاني وعلي معلول انت واخد عرض الملعب كله وقت ما بتبقى المشكله بتعرف تلعب الكره بره بتلاقي مساحات بتعرف تتحرك لكن انت قافل قوي. محمد مجدي بايع نفسه زياده على اللزوم يعني متقدم قوي. محمد مجدي طول ما هو بوشه وشايف الكره هو ده محمد مجدي لما يبقى ظهره ويستلم بيقل كتير قوي اذا كان هو او القندوسي. ابرز لاعبي النادي الاهلي الشوط الاول اليو ديانج. ديانج طبعا ديانج بيعمل كل حاجه في بجد في الملعب يعني صحيح. كابتن اسامه يمكن الكابتن علاء نبه لنقطه ان الجراه بتاعه عماد النحاس في بدايه المباراه ده بسبب غياب الست لعيبه دفعه واحده من التشكيل الاساسي. ده جزء ولكن الجزء الاخطر ان هو موقفه اللي هو فيه. انا قلت لك في وضع تاني نقطه من النادي الاهلي بالنسبه لعماد هتبقى مرضيه لابعد الحدود. وفي وضع اخر لو هو مرتاح في جدول الدوري هيعمل ماتش كويس بس ويتغلب من الاهلي كان يبقى مرتاح جدا. مشكلته ان الماتشين المؤجلين النهارده الاهلي والماتش الجاي الزمالك لو ما جابش فيهم نقط هو بعيد عن اقرب حد ممكن ينزل بخمس نقاط فهو لازم يبقى في شيء من المجازفه. هو عملها النهارده في الشوط الاول في الجزء الاولاني من اللقاء وكان ممكن يستثمر كره من كورتين لوادي والزولا واسلام محارب. اسلام محارب في واحد عملها بصدره لو سابها كان انفراد. هو رجعها تاني بدماغه لورا وواحده لزولا حطها في الضيقه وواحده للوادي بس مش مركزين هم بيحاولوا يضغطوا بس مفيش تركيز في الجزء الاخير. الحاجه بقى اللي في النادي الاهلي علاء قال انه عدم التحرك ده جزء كبير. اللعيبه ما فيش حركه كتير وزي ما قلنا احنا لما اتكلمنا على مثلا الطرف اليمين اللي فيه خالد والقندوسي ما فيش حاجه متغيره على اللي احنا قلناه. قندوسي ما عندوش اختراق طولي انه يعدي بسرعه الواحد ضد واحد ويعدي ويعمل عرضيات والكلام ده ما فيش وبيدخل لجوه للعمق مع قفشه وهم متكتلين في العمق يعني هم صح. ايمن منصور وسمير وفتح الله بيتحركوا قافلين العمق قوي وكمان فريد شوقي وقدامهم كمان فعاملين زحمه فانت عايز تخترق من العمق مش مستغل الاطراف. حتى احمد عبد القادر اللي بيروح واحد على واحد او واحد على اتنين ويعدي ويعدي من الشمال وبتاع مفيش حركه. واشرف وخالد عبد الفتاح طلوعهم قليل قوي ومش بيطلعوا في التوقيت المناسب عشان يعملوا عرضيات من حتت بعيد. اشرف عايز يعمل عرضيات من مثلا من نص الملعب او من قبل نص الملعب ولاعيبه الجيش واقفين متشافين. نفس الشيء خالد بيجري لكن مفيش وضوح في استغلاله في الناحيه الهجوميه. فعشان كده الجبهتين متعطلين وانت بتخترق من العمق فعايزين حركه اكتر
وزي ما احنا قلت العلاوي متفقين فيها انه ديانج هو نجم الشوط الاولاني وهو اكتر واحد حركه. وانا قلت لك قبل كده ديانج لما بيلعب هو اللي في نص الملعب قدام المدافعين ويبقى عرض الملعب كله عنده بيبقى اريح له، لانه بيغطي على مسافات 30 يارده يمين 30 يارده شمال، بيقدر غير ما بيلعب في جنب صحيح. بيبقى في جنب بيبقى مخنوق. هو النهارده اوضح واحد في الشوط الاولاني. كابتن عادل، ما كانش فيه خطوره على مرمى طلاع الشوط الاول، الحلول الهجوميه للنادي الاهلي الشوط الثاني من وجهه نظرك؟ وانتم مش في بدايه المباراه قلنا المباريات دي تلعب وليس تكسب وليس يعني انت بتتكلم في 7 لعيبه انت مغيرهم من الفرقه بتاعتك الاساسيه، اكيد هيبقى الشوط الاولاني ممكن، انا مش بدي مبرر ان هم اقل كتير، ولكن ده الطبيعي جدا انك انت يعني ما يكونش فيه التناغم اللي كان في اخر، يعني احنا الماتش اللي فات بتاع انبي نقلنا 102 و103 نقل او 50 60 70 80 نقل او واخدت الكوره و73% او 73% ده الفتره مليك. لان اللعيبه تاقلمت مع بعض كتير قوي. انت دلوقتي عندك اهداف اهم من من مباراه، اللي هي اهداف انك انت تظبط نفسك لحد ما توصل للفاينل افريقيا وتعدي المباريات دي بطريقه، ما تكلمنيش على الاداء والتناغم بتاع الاداء قوي، يعني هو بس اللي انا واخده على اللعيبه انك دي فرصه ليك انك انت لازم تموت نفسك ولازم تعمل حاجات افضل كتير. ولكن في الاخر انا بتكلم انه فنيا طبيعي اللي هيحصل ده على الاقل في الشوط الاولاني، انا اوعدك ان الشوط الثاني هيبقى افضل من كده كتير قوي وهتشوف يعني وممكن ان شاء الله يكسبوا وهيكسبوا كويس وهيتحسنوا كتير قوي التاقلم. بس والحلول من جوه الملعب ولا لا؟ الحلول هتبقى من جوه الملعب لانه اللي بره الملعب يعني انت اللي بتتكلم في الاحتياط اللي عندك مثلا والله الحل هيبقى في عندك كهرباء بره في التهديف ناحية تانية كهربا وطاهر ممكن اكتر اتنين هيلعبوا أي. ولكن في الاخر انا عايز اقولك انت لما بتقعد 7-8 عناصر في الفرقة تاني مباراة بتبقى فيها تغير. واحنا كنا بنتكلم على مستر كولر في بداية الموسم كان عنده مشكلة في النتائج او مشكلة في شكل اللعب، كان ليه؟ عشان كانت التغييرات في بداية الموسم اللي هو كان بيجهز اللعيب بس مش اكتر، لكن الشوط الثاني يعني بقى افضل كتير. كابتن بلال، رؤيتك الفنيه الشوط الاول والشوط الثاني ايه اللي هيحصل؟ بص، هو طبعا الاداء الشوط الاول مش افضل اداء، لكن في اسباب، مش فكره بس ان انت بتتكلم في 6-7 لعيبه مش موجودين في الاهلي، لا المشكله في النادي الاهلي ان انت بتعتمد على جهه واحده تمام وبتحاول تلعب عليها. الجهه الثانيه انت الملعب بالنسبه لك مش معدول هجوميه، الملعب بالنسبه لك دايما مايل ناحيه عبد القادر، هناك الناحيه الثانيه انت مش على عدلتك، يعني مفيش واحد بيلعب مش على عدلته مش في البوزيشن بتاعه، يعني القندوسي مش ده البوزيشن بتاعه، مش ده المكان اللي يقدر يستلم منه ويروح، مش ده المكان اللي يقدر يروح بسرعته ويعدي ويلعب ويعمل الكروس باس تمام، مش ده المكان اللي بيقدر يتالق فيه او اللي خد او اللي اعتاد اللعب عليه. فعشان كده انت دايما لما بتلعب في حته واحده يا كابتن ايمن من السهل على الخصم انه يراقبك ويشتغل عليك ويعمل ديفنس عليك ويعمل بلوك عليك بشكل زي ما عمل النهارده عماد النحاس. شايف ان معظم لعب النادي الاهلي من ناحيه عبد الاله، فابتدى كمان يحرر اللعيبه بتاعته او يخلي اللعيبه بتاعته يقفلوا الجبهه اليمين عشان دايما القندوسي وعايز يستلم في نص ملعب، عايز يروح في القلب، عايز يبتدي من تحت، مش فاتح اللي انت مش قادر تفتح الملعب على طلائع الجيش، يعني مش قادر تفتح ملعب على الجبهتين، انت فاتح جبهه وقافل الجبهه الثانيه تمام، فانت مش مستغل ناحيه اليمين، عشان كده من السهل جدا على اي فرقه ان تعمل عليك بلوك وتقفل الجبهه دي زي ما عمل طلائع الجيش كده. طيب انت الشوط الثاني لازم يبقى حل من بره الملعب مش من جوه الملعب، انت مش هينفع انك تحل من جوه لان خلاص انت مش قادر تحل من جوه الملعب، لان طريقه لعب اللعيبه بتاعتك هي كده، هي دي الطريقه اللي هتلعب بيها ودي الطريقه اللي هتكمل بيها الشوط الثاني، مش هتقدر تقول للقندوسي دايما خليك في اخر الملعب، خليك متطرف، العب على الخط، مش هتقدر تقول له كده لان هي امكانياته كده، طريقه لعبه كده، هو اعتاد اللعب في الحته دي، فانت لازم يبقى الملعب معدول بالنسبه لك، لازم يبقى بتلعب بجبهتين، جبهه يمين وجبهه شمال، عشان كمان ما تقفلش على لعيبتك في نص ملعب، انت قافل على لعيبه في نص ملعب، انت قافل على مجدي قفشه في نص ملعب، مش مديله حريه، مش مخليه يلعب باريحيه، ليه؟ هو جنبه القندوسي وبيكمل جنبه عمرو السوليه وهو جنبهم، فانتوا الثلاثه بيلعبوا في حوالي 20 متر، تمام؟ هتستفيد بامكانياته ازاي؟ مش هتقدر تستفيد بالامكانيات بتاعته الا اذا فتحت الملعب على الجبهتين فابتديت تلعب خلاص، حطيت واحد مكان القندوسي او يعني الحلول يعني من على الدكه.
الحلول من على الدكه ممكن يعني انا شايف ان ينزل لعيب يلعب لعيب يعني هو بيلعب وينج يعني طاهر يعني ممكن يلعب طاهر ناحيه الوينج كويس. ماشي يلعب طاهر فبالتالي تعدل الحته دي تعدل الجبهه تعدل الملعب تبقى بتلعب بجبهتين مش بجبهه واحده تمام وتدي افضليه او تدي مثلا الحريه لمجدي قفشه يلعب وترجع عمرو السوليه شويه هو وقالي ديانج تمام يعني بحيث ان مجدي قفشه يلاقي لنفسه مكانه جوه الملعب انت اعتدت الفتره اللي فاتت بتلعب بثلاثه ميدفيلدرز جنب بعض وبيكمل حمدي فتحي مين اللي بيكمل مفيش حد من الثلاثه اللي موجودين بيكمل حتى مجدي قفشه ما عندوش الحته دي انه يكمل عشان ياخد الكرات العرضيه فيتد انت كمدير فني تخلي عمرو السوليه هو اللي يكمل يبقى راس الحربه الثاني اللي يلعب بدماغه يبقى موجود في ال18 برضو انعدمت الكرات الجانبيه او الكرات العرضيه ما عشان ما كانش في تواجد ما انت قافل ناحيه الشمال بتاعتك مقفوله واليمين اصلا مش موجود فيها حد يعني اليمين بيلعب خالد عبد الفتاح لوحده تقريبا معظم الوقت ايوه لان القندوسي دخل لجوه مش قادر تشتغل في الحته دي لان القندوسي دايما بيلعب مكمل انت كانك بتلعب ب 12 النهارده فمصعب الدنيا على فرقتك سهل ان اي فرقه تقفل عليك فانا شايف ان الحل انك تعدل الملعب مره ثانيه تلعب بلعيب وينج رايت تمام طاهر محمد طاهر وليكن مثلا يلعب هو في الحته دي يلعب شريف الناحيه دي وينزل كهربا هو يلعب في القلب المهم تلعب بجبهتين عشان يبقى عندك الاختيارات فعندك الحلول متعدده ما ينفعش يبقى عندي حل واحد واتقفل فبالتالي هشتغل بقى على كوره على هجمه على مهاره على تصويبه التصويبات برضه يا كابتن مش موجود احنا مش شفناش تصويبات النهارده خالص من لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول اعتقد ما فيش ولا تصويبه على المرمى من لعيبه النادي الاهلي وده اللي قلنا عليه يا جماعه التصويب هو حل من الحلول لما الفرقه اللي ضايق بتعمل عليك بتعملك بلوك تمام المهاره الفرديه حل من الحلول بس المهاره الفرديه مع الكتره هتبقى صعب الكتره ليه لان هو خلاص حط لك لعيبه نص ملعب رحلهم شويه ناحيه اليمين اللي هي الشمال بتاعتك فقفل لك الجنب ده عارف ان عبد القادر سريع وعنده مهارات وبينطلق فقال قفل الحته دي فانت لازم كمان يبقى عندك انت كلعيب في الملعب حل كمان انك تقلب ناحيه ثانيه يعني بالضروري يعني وانا في الملعب المدير الفني مش هغير من الدقيقه 20 او 25 انا كلعيب في الملعب لازم ابقى انا خلاص يعني اركز في الحته دي استيقظ اصحى خلاص اتقفلت من الناحيه دي لازم اغير اللعب الناحيه الثانيه لازم مجدي قفشه كمان يروح يمين شنو ناحيه القندوس عشان يجبره انه يلعب على الخط هناك. انما طول ما مجدي جاي تحت الكره الناحيه دي ما خلاص ما قندوسي هيكمل وهيلعب في قلب الملعب لكن لو مجدي قفشه راح الناحيه اليمين شويه هيجبر القندوس انه يلعب على طرف ملعب ده في حاله ان هو ما غيرش الشوط الثاني صحيح طيب كابتن ايه لا يعني انا متفق مع بلال ان لازم يحصل تغييرات بس انا ما اعتقدش انه هيغير بين الشوطين ما بيغيرش من البدايه هو دايما ممكن يستنى 10 دقائق ربع ساعه ويبتدي ينزل بقى كهربا وطاير بس ما اعتقدش هيبتدي مش هيغير بين الشوطين اعتقد كده بس هو لو من ضمن الحلول يا كابتن علاء يبقى التغيير لازم يبقى من بدايه الشوط الثاني بس هو مش هي خصوصا في الناحيه الهجوميه طبعا الهجومي هو التغيير في الشكل الهجومي كله هيبقى في الشكل الهجومي بس طبعا لكن ما اعتقدش كولر هيغير بين الشوطين لسببين هيستنى شويه يمكن يحصل نوع من التحسن او حتى الكلام اللي هيقوله ممكن يحاولوا يطبقوه وبعدين عنده تغييرات متاحه بره ممكن يبقى هو ده اللي يحصل الفرق كابتن عادل الشوط الثاني يعني الشوط الثاني انت محتاج انك تغير في كهربا تبدا مش بدايه لان احنا خلاص اقتنعنا ان مستر كولر ما بيغيرش الا بعد الدقيقه 60 او الدقيقه 70 ولكن انت بتتكلم على الموجه الثانيه من الهجوم انت عندك كهربا لازم يكون متواجد معاك عندك لازم تنظيم في حته عبد القادر شويه عبد القادر لازم يدوس على نفسه شويه مجدي قفشه لازم يدوس على نفسه القندوسي لازم يدوس على نفسه شويه لانه يعني ما تستسلمش انك انت تبقى احتياطي اساسي يعني اللي احنا اتكلمنا عليه اللعيبه اللي قاعده اللي مرتاحه دي لعيبه كويسه قوي وهي في الوقت الحالي اساسيين ولكن مباراه زي دي ممكن تخليك اساسي مباراه زي دي تطمن المدرب عليك ولو ان انت عندك يقين ان الشوط الثاني الشكل هيتغير لا هيتغير تماما لانه هيبقى فيه تاقلم ما بين اللعيبه شويه لانه انت بتتكلم في فتره تغير كتير قوي 8 في الملعب ده 8 مش 7 صحيح كل التوفيق ان شاء الله باذن الله نادي الاهلي تحقيق الفوز هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه انتظرونا